بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفني سؤال سألني شخص يعتبر نفسه مثقف ليبرالي. سألني قال لي: هل أنت تؤمن بقطع يد السارق ورجم الزانية؟ يعني انه ده يحاول انه يحرجني امام ملأ من الناس. فقلت له: اي نعم، لان انا مسلم اؤمن بشرع الله، وشرع الله له ضوابط، ونعم اذا كانت الضوابط موجودة نعم اؤمن بهذا الشيء. يعني أنه الأشخاص المعنيين يكونون ساكنين في بلد يحكم بشرع الله 100%، وفي عدالة، والبلد في عدالة الإسلام، والبلد بكل مقومات الإسلام. نعم أؤمن بقطع يد السارق ورجم الزانية. مشكلة الليبراليين إنه هم ما يفتهمون شنو سبب اعتراض الليبرالية الغربية على قطع اليد والرجم. طبعا التوراة بنفس نفس العقوبة، لكن ما يجيبون طاريها. بس الليبراليين الغربيين عندهم سبب، وسببهم يختلف عن ما تتصورون. هي مو مسألة إنسانية. أعرفوا شيء، لو إحنا العرب أو الأفارقة أو الهنود، ناس ذبحت ناس بالملايين، ما يهمهم. عروبي يقطع ايد عروبي ترى شغلة ولا يهمهم، هم يقتلون منا بالملايين. يعني هم حتى ناسهم، لو تنظرون الى حرب اوكرانيا اساسا حصل على مود عقود الغاز مالت روسيا، لا اكثر ولا اقل. حرب اوكرانيا حرب امريكا ضد الاتحاد الأوروبي، لتدمير الاتحاد الأوروبي ولأخذ عقود الغاز من روسيا، لا أكثر ولا أقل. فهم مو حال همهم حياة البشر أو الإنسانية أو حقوق الإنسان مثل ما هم يصورون. الحقيقة هو أنه اعتراض الليبرالية الغربية أو الرأسمالية الليبرالية على الحكم الشرعي هو ليس قطع يد السارق أو رجم الزاني. الاعتراض هو شيئا، أولا منع الربا. في حالة منع الربا، المنظومة المصرفية العالمية تنتهي إذا النقود العربية ونقود الدول الإسلامية كلها خرجت من المنظومة الربوية المصرفية العالمية، منظومتهم تنتهي. والشغلة الثانية، الموارد التي تنتج الطاقة، النفط، في حالة تطبيق الشريعة، الحكومة تكون فقط وصية على هاي الموارد، والموارد تكون للشعب في حالة تطبيق الشريعة. وهو هذا الشيء الذي يزعج ويجعل من الإسلام عدو للرأسمالية الليبرالية، وليس عروبي يقطع رأس عروبي أو عروبي
يقطع ايده عروبي او يرجم حرمه. فقبل ما تتجهون يا جماعة الليبرالية المقلدين للغرب ويا علمانيين المقلدين للغرب، اعرفوا سبب اعتراض الغرب على الشريعة قبل ما تتكلمون، لأنه كلامكم يبدو يعني ساذج جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.